أنا لسه مش مشتهية. مش مشتهياك؟ يا ريس بتقولي مش مشتهياك، مشتهياك دي إيطالي، أرد عليها بالإيطالي؟ خليك مكانك ما تتحركش، كمل. دي طبعاً إيطالي يعني. مش مشتهياني؟ أنا حاسس إن أنتي متغيرة معايا من ساعة ما جبت الجول في نفسي. مديح، وطي. أنا عارف إن أنتي متغيرة معايا من ساعة ما جبت الجول في نفسي. كمان. أنا عارف إن أنتي متغيرة معايا من ساعة ما جبت الجول في نفسي. هو أنا ليه مقمر كده يا أستاذ؟ مالكش دعوة، ده بيخدم الدراما عندي، كمل. بقول لك إيه يا بسنت؟ ده آخر تحذير ليكي. بعد كده أديكي كارت أحمر من حياتي. بقول لك إيه يا ريس؟ ينفع أقعد عشان أصلاً عندي بواسير؟ يا ريس! ينفع أقعد عشان أنا أصلاً عندي بواسير؟ يا ريس! إيه؟ عايز أقعد! لا متنيل! اهدى يا فنان بقى، الشغل زي الفل اهو. اتنيل انت كمان. هيثم انا ما بتهددش، طلقني. ياه فاضي يا بسنت، بس يكون في علمك انا لو مشيت من هنا مش هرجع هنا تاني خالص. مع السلامة يا هيثم. انت طالق، طالق، طالق يا بسنت. وقع في الميه. اه حد يساعدني. طب يا ريس حد يساعدني يا جماعه. اه انت بتضحك على ايه؟ قاموا ركبوا المركب هيخشوا في البحر. يا ريس يا ريس يلا يا جماعه لازم نخش وراهم في البحر. هتعمل لي فيها فكرتك، ما انا اللي قايلها. في البحر ازاي يا ريس؟ ده مشهد التعارف، ده المفروض ان هي واقفه على اشاره مرور وانا بعدي بالموتوسيكل باخدها. اديني يا حبيبي مساحه للابداع. انت اخرجت قبل كده؟ لا طبعا يا ريس. يبقى تخرس يا عالمي. يلا بينا. يلا انا هو انت اهو، ده نجيب محفوظ اللي جاي. فيلم الجزيره 9:15، مشهد اشاره المرور اللي في الشارع مصوره في البحر عشان الظروف صعبه. 9 مرات. بعتذر، قول انت اكشن، انا زهقت من غباوه العيال دي. قول اكشن بصوت عالي. قول اخلص. اكشن. الاشاره قفلت تاني. المرور في ايطاليا بقى لا يطاق كده، مش هلحق السوبر. انا مش سامع حاجه، الصوت بعيد قوي. بالنسبه لي الصوت الاجه، لما نرجع الفندق هسمعهولك هتلاقيه الاجه برضه. ايه ده؟ وات ذا هيل؟ ايه البت البكر الرشيد الجميله دي؟ هاي شاو، انت هيثم لعيب الكوره صح؟ انا كمان بسوق موتوسيكلات. ياه واو. انا كان عندي طلب رفيع كده، يعني بعد ما نخلص الشغل بجيتس كده ناخد كيرو، وكيرو يعني لفه. كيرو كتير، خد نص كيرو. بقولك ايه، من الاخر كده ما تيجي اوصلك بدل ما حد يتحرش بيكي في وسط البلد كده. اذا انت بتشقط بقى. يلا بينا. يلا يا ريس، انا قلت لها وسط البلد وشاورت كده على البحر، هتملى البحر انت وسط البلد طبعا. يا ريس يا ريس، احنا في جمله غلطنا فيها، نعيد ولا ايه؟ لا لا ما تعيدش حاجه، خدها بقى وامشي. الاشاره فتحت والدنيا فاضيه وانت مستعجل يا مديح. يلا خدها وغرف داهيه. يلا ماشي، يلا اجري مع حبيبتك يا مديح. يلا. اعتقد يا بعتذر ان هم جايين علينا. لا لا، مريان وفيل انا شايفهم. مريان ايه؟ بعتذر. بقول لك ايه؟ انا
تزول ثلاثة ونص. يلا واحد يا نت الجزمة بعتزل. يا مودي يا لهوي منظر يا ناس. الله يخرب بيتك يا مديح الكلب، الكاميرا اتدمرت دي عهدة. كل اللي اتصور راح، حتى اللي اتصور في الكاميرا التانية مش باين. الأمل في ربنا وفي الصوت. الصوت فورمايكا، الصوت إيه؟ الصوت كلته سونداجيو. طب الحمد لله سمعنا. سونداجيو يعني اتمسح. نهار أسود. كله منك. كان زماننا دلوقتي معانا صوت وصورة لونا اللي أنت استرخصت وجبت مديح. استرخصت أصل أنا اللي معرفتش أركب مايكات في أوضة مريان، ها؟ ليه؟ هو أنا اللي نسيت السلم تحت وخليت مديح يطلع ورايا؟ لا أبداً.